صباح الفل على كل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي. ودلوقتي معاد الجزء الثاني من الرحله لسه مكمله. احب افكركم هي مكمله بمين. مكمله بالاسره معانا الاولى هي الاستاذ، اسره الاستاذ ياسين واخته ريتال وماما نهله والاستاذ عماد، وكمان الاسره الثانيه اسره دهب وابن خالتها اللي هو اخوها على طول فهد، وكمان شهد وعصام. تعالوا قبل ما نبدا لعب بقى ونكمل بقى بقيه المسابقات والتحديات بتاعتنا نفتكر عملنا ايه امبارح. حكايتنا النهارده اسمها صهيل من دهب. عودي يا بلية، عودي يا بلية. انا مش فاكر اسمه ايه. شكله كده هيخرج. خرجت يا جماعه، خرجت. يس ياسين كسب. جينا بقى اللعبه من العاب التسعينات اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين بس مستمره لغايه دلوقتي. اول ما قلت لهم عارفين لعبه تماثيل اسكندريه، دهب راحت ترد عليا وقايله لي الاغنيه على طول. ده معناه ان احنا عارفين هنعمل ايه، صح؟ اول ما قلت تماثيل اسكندريه، تماثيل استوديو ماس، تماثيل ما بتتحركش، كل واحد هيعمل بوز ويثبت عليه. اهم حاجه البوز ده ما يبقاش فيه ضحكه، ولما انا اجي بقى اتكلم معاك ولا تردوا عليا ولا تضحكوا. موافقين؟ موافقين. جاهزين؟ جاهزين. طب ريدي ستيدي جو. تماثيل اسكندريه، تماثيل استوديو مصر، تماثيل ما بتتحركش. شوف بقى ايه ده. ايه الثبات الانفعالي يا استاذ عماد؟ اوكي. طب انا عايزه اعرف انت عملتي اكل النهارده؟ عملتي ولا عملتي؟ اطلع بره يا سين، اطلع بره. عملتيش اكل؟ ايه ده بتتحركي ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعمليش كده؟ بتعملي بتضحكي قبل ما اجي لك؟ اطلعي. انا قلت ما بنبتسمش، ده تمثال مبتسم. هل بيضحك؟ يا سلام على الثبات الانفعالي. استاذ فهد بقى ايه قال؟ يعني ما بيغرش ولا بيتخض ولا اي حاجه خالص خالص خالص. برافو برضو. طيب ما نشوف شهد. اطلعي شهد. كنت حاسه انا ماجلاكي اصلا. ماشي نرجع نشوف الاستاذه. العلبه بيقعدوا يقولوا بابا 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 بابا. ده ايه الثبات الانفعالي ده؟ ده دايما بيقول لك بابا، ده عايز يقول لك بابا. اوكي ما بيتحرك. اوعى تتحرك. وانت تتحركي. اوكي طب نيجي من هنا. طب هنا. طب هنا. جايه اهي. خلاص ضحكتي. طب اعمل ايه يا نهله؟ يعني انا عاجبني الثبات الانفعالي ده. ما بنبتسمش قلنا، ما بنبتسمش. طيب نرجع نشوف هنا اخبار.
بابا 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 يا فندم بابا 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 مفيش اوكي ده والله ده الراجل ال... وهنا برضه وهنا برضه ايه ده بقول لك نكته طب بتضحك على النكت طب انت بتضحكي على النكت طب بصي دي مش هنلحقها خالص ماشي ده شطاره حلاوه طعامه اعمل ايه اعمل ايه يا استاذ عصام اعمل ايه يا شط طب ايه اللي بيضحكوا اعمل ايه طب اقول لك نكته اعمل ايه يا استاذ عصام اوكي طب ايه اللي بيضحكهم ما تفتنولي كده لا قول هتقولي طب قولي مش منزعج حتى ده تمثال بجد ده واخد الموضوع جد قوي طب مش مصدقة مش مصدقة الثبات الانفعالي طب انا هوقع ما انا الله ده انا لسه ما عملتش حاجة ده انا ما عملتش حاجة طب ايه الأسرة دي بقى هيفضلوا كده هتفضلوا كده طب ايه نكسب أسرة على بعضها ما عدا ماما ما عدا هي عمته ولا ماما انت من هناك اصلا عندنا واحد من هنا اصلا صح وانت منين وانت منين انت من هناك ولا من هنا انت كنت مين انت بتضحكي انت بتضحكي انت بتضحكي اطلعي احنا بقى دي مش اسره واحده طب هنشوف بقى مين فيكم ايه هنعمل ايه بقى هنعمل ايه هل ما هل حضرتك مثلا 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 ده عادي يعني ده عادي الناس تقعد تعمل كده في ودنك يعني ما فيش اي حاجه خالص 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 بابا 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 طب لو قلت لك انقذ البطه دي يا فهد مش تنقذها بص بتعمل ازاي دي بتعيط 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 اصرخ في ودنك ايه اكتر من كده بتعيط يا فهد بتعيط يا فهدودي ابتدى يضحك ايه ضحك اخيرا ايه يا خلاص يا استاذ خلاص خلاص والله تمام والله العظيم لا 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 يعني ثبات انفعالي مش عادي تعالوا نخش نشوف التحدي اللي بعده ونشوف الاسره دي هتعمل فينا ايه اكتر من كده ايه الشطاره دي جينا بقى لفقرة الكور والأجوان هتعملي إيه يا شاه؟ هتعملي إيه فين؟ في راسه في راسه فين؟ في الجون في الجون؟ لا لو جون هتدخلي جون في نفسك هديها له وهو يجيبها عشان هو يجيبها جون اه بس عايزة أفكرك إن جوزك ما بيشيلش معاكي الصواني أيوه صح بس عندك خلاص حق. يلا نركز مع بعض كده أول ما أقول واحد واحد ما نرميش الكور في نفس الوقت أوكي؟ يلا واحد لا إيه ده إيه الرقة دي مش هتنفع معانا خالص واحد هاتي الكرة بسرعة الله طب ايه الدفاع ايه الدفاع ايه اتنين ماشي هاتي يا دهب يلا يا دهب هاتي الكرة بسرعة في جون دخل هنا اتنين ايه انت بتعملي ايه تلاتة استني استني يلا تلاتة الله ماشي اربعة فين الكور؟ هاتوا الكور بسرعة كده احنا 1-0 لصالح مين؟ لصالح كنتوا صح؟ ماشي فريق الأحمر أوكي يلا يدهب بسرعة ماشي لا أربعة أنت يلا يلا هاتي الكور بس هاتي الكورة بسرعة إيه ده توافيه بتفرجوا عليا خمسة إيه يا بابا؟ هاتي يا دهب دهب من ورا الجون خمسة لا 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 بلاش الحركات دي بقى ماشي يلا ستة انت بترمي لوحدك كده يلا ستة يلا بسرعة يا ماما ستة هنا ستة هنا ستة هنا هنا ها لا 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 هو مفيش أي رياكشن ليه يا فندم حضرتك في جون بيروح ويجي يمين وشمال ماشي 2-0 للأحمر سبعة الله ايه ده يا الحمد لله عرفنا عرفنا خلاص دلوقتي ايه الفايده من الفوائد يلا سبعه الله الله ايوه على فكره ثانيه واحده الجون بيتحرك يمين وشمال معلومه يعني معلومه ثمانيه
8. ايه الاستسلام ده يا فندم؟ 8. ايه دي؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ 8. الله 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 الله. 9. الله. 9. خدي يا ماما الكوره بسرعه. 9. شكرا. ناحيه دي ناحيه ثانيه. يلا. الله الله. انا مش قادره استوعب حضرتك. حضرتك ليه مستسلم للكوره تخش في الجون؟ يلا ماما. اه فهو يعني بيبقى طيب وكده. لا مش عايزين طيبه بس هو تو ليت عامه. 9. انا ماشي. 9. الله 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 الله. ماشي اخر كوره. ثانيه واحده. كل واحد مع كورته. يلا يا سينو ارجع اقف جنبي كده. 10 لشهد. الله. 10 لنهله. الله. مش ممكن يا جماعة. 4-0. مفيش أي رد فعل خالص عند الجون هنا. إحنا لسه هنكمل التحدي. مش ممكن. إيه الرحلة الغريبة دي؟ يلا نروح نكمل التحديات بتاعتنا. جينا بقى لتاني لعبة تحدي، والتحدي اللي أنا بنتظره على نار عشان أشوف مين اللي هيوقع النهاردة البرج. تفتكروا مين اللي هيوقع النهاردة البرج؟ تفتكروا؟ مش أنا. ها؟ أنت مش أنت. قال مش أنا وراح باصص. أنت ده إيه ده؟ ليه يا حبيبتي الاستسلام ده من الأول كده؟ مش هوقع. أنا مش هوقعها. أنت مش هتوقعيه. أوكي هنشوف مين هيوقعه. اتفضل يا أستاذ عصام. ابتدي بالأبهات كده على طول. سخن. نسخن على طول. إيه اللي إيه؟ بص لي ليه؟ مش انا اللي هشيل. المفروض ان انا ابدا. هتشيل واحده تحطها فوق من غير ما توقع البرج عشان باقي يلعبوا. في اطفال محتاجه تلعب يا فندم. الله ده ايه التهور ده؟ انت بتشيلها كده اصلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه التهور ده يا استاذ عصام؟ بالراحه يا استاذ عصام. ايه يا استاذ عصام ده؟ ماشي. ايه ده؟ ايه اللي هو بيعمله ده؟ ماشي اوكي. شكرا خلاص هي واحده. شكرا استاذ. اتفضل. ايوه استاذ عماد. برافو والله. ايه طب طب يعني عشان زمايل. عشان خاطر زمايل. شكرا. اتفضلي. انت عملت من الاول خالص كارثه في البنيه. مش التحتيه، الوسطانيه. خلي بيقول لك خليك انت تحت. شكلك هتخسر. شكله هيخسرنا كلنا باللي هو عمله في الاول. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايوه ماشي اوكي. ايه ده بقى؟ برافو. هتقع. شه والله كانت هتقع. رجعتها رجعتها يا حرام. ايوه بس هي هتقع فعلا. تحت جمال. انا مش عارفه اطلعها ازاي. ايه؟ سهلة يا ماما. ايد واحدة يا شهد. واحدة. ماشي. ايوه. لا 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 كده. لا تلتقتهم. الراحة. حاسبي وانتي راجعة. يلا يا ماما. نهلة نهلة. ربنا يستر. عايزين ولاد تلعب بس. اوصل لهم بس. ايوه ايوه. هتوقعها ولا ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ يا نهلة. السب العكس العكس العكس. ايوه. ماما وقعت البرج يا ولاد. ونهلة هي اللي وقعت البرج النهارده. يلا بينا نروح على طول نشوف ايه العاب التحدي اللي معانا النهارده. ينفع كده؟ اخر لعبه معانا في العاب التحدي هي فرقعه البلالين. دايما ما بعرفش اتوقع، وخاصه النهارده فهد كان عامل شغل عالي جدا في رحلتنا، وياسين عنده اصرار وتحدي رهيب. يا ترى فهد ولا ياسين اللي هيوصلوا للبالونه الزرقاء الاول؟ هنشوف مع بعض. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين تلعبوا؟
طب يلا ريدي ستيدي اند جو. الله مع بعض، ما تتحركش يا فهد، حركه واحده يا فهد، واحده بس، خطوه واحده يا فهد، خطوه واحده يا فهد، خطوه واحده يا فهد بس يا فهد مكانك. لا لا ياسين لا، انا اللي بقول. يلا خليك بس خطوه واحده، بس خطوه واحده للياسين وفهد، خطوه لا خطوه كبيره شويه بس هنا. يلا الله يا فهد، الله يا فهد، الله يا فهد، الله يا فهد، يا فهد ما هتيجي اكيد هتيجي. يلا يا ياسين، اه ياسين زي ما انتوا، زي ما انتوا، زي ما انتوا. الله خطوه واحده بس من هنا يا ياسين، من هنا يا ياسين، من هنا فهد زي ما انت، من هنا يا سينو. الله 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 يا جماعه، يا سينو هو اللي كسب التحدي الاخير. يلا بينا على طول نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. برافو يا سينو. أعزائي المشاهدين دلوقتي بقى هنروح نلعب بلاي ستيشن، واضح إن إحنا داخلين على ماتش تقطيع، اتنين حريفي بلاي ستيشن قرروا يلعبوا فيفا وكل واحد اختار فريقه، فهد اختار ريال مدريد والأستاذ ياسين اختار ليفربول يعني مو صلاح، والجماهير في المدرجات جاهزة للتشجيع ونبتدي الماتش على طول. وهقد بدأ الماتش أعزائي المشاهدين، ونشوف بقى بنتفرج على ماتش قوي جدا إن شاء الله ما بين ريال مدريد، اهي ضربه البدايه معاهم، وليفربول لابس احمر. ده مين ده بقى؟ ريال مدريد، ريال مدريد قوي جدا. انت اللي بتتحرك يا حبيبي، هجمه من ناحيه اليمين، برافو. ايه ده دي جون دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ 1-0 ريال مدريد. تعالى يا حبيبي يلا، ده الحماس بس. ليفربول بقى يحاول يعوض بقى، ليفربول كوره مع ليفربول، قطعت ريال مدريد، قطع ريال مدريد من ناحيه اليمين، عامل جبهة جامدة جدا من ناحية اليمين. لا ده واضح ان هو ماتش، اوبا 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 اوبا، برافو 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 يا ياسو. ليفربول صاحي صاحي وهيحاول يعوض ولا ايه؟ اهو ايه ده بقى ده؟ ده ليفربول ده ايه القلش ده؟ على جنب، انت قصدك على جنب، طلعت اوت ماشي. اوكي يلا رمي التماس، يلا بينا 1-0 لصالح ريال مدريد في اول ثانية في الماتش. ريال مدريد اقطع، ايوه يا ريال، لا الله الله الله، ليفربول ابتدى يصحى اهو. صلاح بقى، صلاح مو صلاح، معاك كوره بس قطعت. ريال مدريد مسيطر سيطره كامله. انت بتشجع ريال مدريد في الحقيقه؟ اه سيطره مش عاديه. الله 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 الله، انفراده وخطر، والجون الثاني يا جماعه. مزيكا مزيكا، شكلنا هنتفرج على مهرجان اهداف. ريال مدريد مدريد مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كريم بنزيما ماشي، ريال مدريد وليفربول. طب نشجع بليفربول، واضح انه محتاج تشجيع. يلا يا سونسون، برافو يا فهد، هجمه تاني من ناحيه الشمال، سيطره مش عاديه مش عاديه يا جماعه مش عاديه. الله 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 الله، حي التالت جاي، جه التالت يا جماعه. مزيكا مزيكا مزيكا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، بس يعملوا ازاي؟ ماشي طب ايه؟ طب ايه؟ ما يا راجل دلوقتي بقيتش بتلعب، بتعرف تلعب قوي؟ طب حاول تعوض، حاول مش عارف. حاول، مش عايزاك تحس بالضعف. يلا مين بيلعب؟ مين معاك كورة؟ كورنر ريال مدريد، برافو ليفربول، طلع الدفاع عم النار، لكن ريال مدريد لسه مسيطر على الماتش بشكل كبير قوي. ما يغركش، اوبا، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن يا جماعة، عمل ار 2 عالميه، مش ممكن. نسكيب على طول، سكيب بقى خلاص، بتحب تتفرج على انجازاتك انت، اتفرج بقى، بحب اعمل الخلاط. ماشي يا سيدي يلا بينا، مش ممكن، ده مش ده ماتش تقطيع فعلا، ده صدق اللي قال، صدق اللي قال يا اخواتي. ريال مدريد مسيطر على الماتش ومسيطر على الكوره، ليفربول يا حبيبي يحاول بس ريال مدريد مقطعه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. انفراد تاني ده ولا ايه؟ فرصه، فرصه الخامس، فرصة الخيمة، اوبا، لا 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 لا
لا يا جماعه مش ممكن يا جماعه. طب بابا بيعرف يلعب ولا ايه؟ انا بعرف العب بس هو لازم تديله فرصته يتعلم. لازم تديله فرصته يتعلم بس احنا كده وماشي. لا هو طب في شوط تاني تحب تلعبه تعوض ولا ايه؟ ممكن الشوط التاني ماشي. يلا خلاط خلاط من المشاعر اتفضل يا استاذ. ريال مدريد مسيطر سيطره مش طبيعيه يا جماعه. 5-0 في الشوط الاول. حلو قوي الله حلو جدا. ده ريال مدريد بترجع الكوره تاني. كرة في نص الملعب مع ريال مدريد. ريال مدريد داخل داخل ولكن ليفربول دفاع قوي بيصد. خلص الشوط الاول. تحب تعمل تبديل مع بابا بسرعه؟ تيجي يا عمو ممكن. ها دخلوا يلا يا بابا بسرعه بسرعه يا بابا. كنتوا صفر اصلا. طب يلا يلا مكملين الشوط الثاني. وحصل تبديل في اللعيبه الاساسيه. ريال مدريد لسه مسيطر والجون هيخش. انفراد يا فندم انفراد. غيرنا وعملنا كل حاجه وبعدين بالراحه. بالراحه ايه؟ بالراحه ايه؟ احنا جبنا الاب بالراحه ايه؟ ما بيعرفش يلعب برضه. ماشي بيلعب على الحقيقه. يلا بينا احنا هنا حقيقه وبلاي ستيشن مقطعين الدنيا عشان بس نبقى واضحين. يلا يا سنتي. يلا بقى يا سنتي. الله الله على الانفراد. شكلها داخله داخله ولا ايه؟ مش ممكن. ايه يا بابا ده؟ ايه يا بابا ده؟ ايه يا بابا ده؟ 6-0 يا جماعه. 6-0 وقاعد مترستق في مكانه. مفيش مش ممكن الفضيحه الكرويه دي مش ممكن. يلا بينا ليفربول يشد حيله. لا هو انت هنا مفيش كل انت على الله 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 الله. ماشي بس حلو. اول فرصه حقيقيه لليفربول كده. في امل ان شاء الله نشوف شوط حلو. ماشي بس برضه ريال مدريد مسيطر جامد قوي 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 قوي. بيرقص وبيروح وبيجي. نباسي ولا ايه؟ نباسي بقى دي لعبه جماعيه. نباسي صدقني بلاش الثقه الزايده دي. بلاش الثقه دي. حد يقطعه. طب يا جماعه ما هو عنده حق يبقى عنده ثقه زايده برضه. الراجل بيلاعب نفسه. ايه يا ليفربول؟ ليفربول ابتدى يفوق. ليفربول ليفربول انفراده بليفربول. لا 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 يا راجل جمد رجلك يا راجل يا راجل. يا راجل بقى ده ايه ده؟ عايزين اكتر. طب جون واحد عشان بس ما واجهنا. يلا ريال مدريد قاعد مش ممكن مترستة جايب 6 يا جماعه. هيعمل ايه تاني الراجل؟ بس ليفربول بيلحق نفسه يجيب جون واحد بس. جون واحد عشان ماء الوجه اهو. الله اخيرا 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 جون لليفربول 6-1. يا الله يا ترى الوقت الفاضل هيخلينا نقدر نجيب 5 تجوان كمان؟ 4 الحمد لله على كل حاجة. 5 انت 6-1 دلوقتي عشان نتعادل يعني. طب جون كمان بقى هنعوض بجون كمان. شكلنا كده. بصة حلوة دي قصيرة. طب نلعب على الطرف. احنا ليه بنلعب كده؟ ما تلعب على الطرف. لا ليفربول. لا يا ليفربول انت مش عايز اكتر من 6 انت قاعد بتدافع. ماشي هو اصلا فاضل وقت بسيط يعني. بس يعني يعني نحاول نجيب جون كمان. تركيز رهيب عند الاستاذ عماد مش ممكن. مش صدق هو انا كويس اصلا ان احنا وصلنا للمرحله دي. احنا الحمد لله. ليه ان احنا جبنا جون واحد؟ اه ما بقى كده كده يعني مالناش في البلاي ستيشن الحمد لله. مش ممكن ما عندناش وقت. قطعتهم يا فهد. مش ممكن. خدت العيله كلها رايح جاي عادي. ده العادي بتاعك. ماشي يا سيدي. ليفربول طبعا الماتش خلاص بقى يا جماعه. بيضيعوا وقت. ده تضيع وقت. ليفربول ليفربول شكله هيجيبها ولا ايه؟ جون تاني ده جون تاني ده. الله 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 الله. هو ده بقى هو ده الكامباك الحقيقي. هو ده يا ولاد. فيرمينيو جاب جونين لليفربول. معلش 6-2 6-2 ويمكن مين عارف. ابتدينا اهو نشد نفسنا ونحفظ ماء وجهنا. 6-3 احسن من 6-2. 6-3 احسن صح ولا ايه؟ الله 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 الله. أي الله الله الله. يلا ثواني وماتش يخلص. هل التالت جاي؟ الله حي التالت جاي ولا هنخلص 6-2؟ مش عارفين هنشوف. الله حي التالت جاي. ايه ده بقى؟ خلاص هيا قد انتهى الماتش. جود بلاي جدا والله العظيم. برافو يا فهد. مش ممكن 6-2 يا جماعه. نصايح ريال مدريد وفهد قوي جدا 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 عايز ياخد الكاس. احنا هنروح نعمل نشوف بقى نعمل ايه في كونكت 4 ونحتفل بالانتصارات بتاعه الاستاذ فهد. برافو فهد.
بقينا بقى للكونكت فور، وعندي حماس رهيب اعرف مين من الفريقين اللي هيكسب في كونكت فور. انتوا كلكم اللي هتلعبوا بقى، احنا متفقين واحد 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 واحد، وهم اتفقوا مع بعض، البنت قصاد البنت والولد قصاد الولد. المهم الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر هو اللي هيكون اربعه الاول، هنشوف مع بعض. جاهزين؟ جاهزين. يلا الفريق الاحمر الاول ريدي ستادي جو. يلا يا ريتا ما جاتش. يلا الفريق الاصفر دهب ما جاتش برضو. يلا الفريق الاحمر ياسين جت ما جاتش. يلا الله يا فهد ما جاتش برضو. يلا ريتا نايس. يلا يا دهب ماشي اقوى شويه. يلا يا ياسين والنبي شطاره وحلاوه وطعامه الله مش ممكن الله في نفس الحته، لكن فهد بيقطع عليكم وقاعد فايقلكم فهد. يلا ايوه برافو يا ريتا، مع انها جت في نفس الحته كان زمانك دلوقتي ايه. يلا يا دهب دهب جامد يا نهار ابيض. يلا يا ياسين يلا يا فهد يلا ريتا يلا اسمه ايه؟ لا يلا برافو ماشي. انت بتلعب ليه؟ يلا يا دهب دور دهب دور فهد بقى عشان انت لعبت مرتين. يلا برافو يا فهد، حاولوا تقطعوا على فهد. يلا ياسين 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 يلا يا ريت يلا يا دهب دهب برافو دهب ماشي ريتا اوكي فهد قربنا هنا فهد يلا ناقص واحدة ناقص واحدة فعلا. يلا مين فاضل مين؟ يلا يلا ياسين ياسين واحدة من الجنب اهي ياسين اهي اهي دي. يلا برافو برافو يا سينو الله يا نهار ابيض يا جماعه يا نهار ابيض، وهيقف فاز الفريق الاحمر. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. يلا بينا نروح نشوف النهارده حدوته يحيى وكنوز ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه تاني. ايه الشطاره دي برافو. اهلا بيكم يا اصحابي، دلوقتي البالون هيخضنا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز وسينو. عارفين حكايه النهارده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الدوله الوسطى. يلا بينا نشوف. احكوا لي عملتوا ايه؟ الزياره كانت حلوه قوي يا سينو، وعرفنا معلومات كتير. المتحف المصري من اقدم المتاحف الاثريه في العالم، تم افتتاحه 1902 يعني عمره حوالي 119 سنة لحد دلوقتي. لما تدخل المتحف المصري من جوه كأنك دخلت معبد مصري قديم، وده لأن تصميم المتحف متأثر بفن العمارة عند المصريين القدماء. المتحف متقسم لأكتر من مجموعة، مجموعة ما قبل الأسرات والدولة القديمة ومجموعة الدولة الوسطى والدولة الحديثة. إحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الدولة القديمة، قولوا لي بقى مجموعة الدولة الوسطى في المتحف المصري دي فيها إيه؟ فيها إيه؟ تماثيل لسنوسرت الأول ومنمحات الثالث، وتمثال للكاهن يويا وزوجته تويا. الكاهن يويا عاش وقت الدولة الـ18، وبعد زواجه من تويا خلفوا فتاة جميلة سموها تي، ولما كبرت تي بقت فتاة قوية وبتحب الصيد. أنا عارف يا سينو، كانت بتصطاد أسود. الفتاة تي اتجوزت من الملك أمنحوتب الثالث وأنجبت أمنحوتب الرابع. أمنحوتب الرابع ده هو أخناتون، صح يا سينو؟ صح يا كنوز. فترة حكم أخناتون كانت مختلفة عن كل الملوك اللي قبله واللي بعده. أخناتون دخل في صراع قوي مع كهنة أمون ورفض الاعتراف بيهم في فترة حكمه، وأمه السيدة تي كانت بتسنده رغم خوفها عليه، عشان كده لقبها أخناتون بالسيدة العظيمة. من المعلومات اللي عرفناها خلال الجولة في المتحف إن موميا تي اكتشفها العلماء في وادي الملوك سنة 2010. معقول؟ فضلت مكانها آلاف السنين؟ وعشان كده دايماً بنقول إن اكتشافات الحضارة المصرية مش هتخلص أبداً، لحد دلوقتي كل يوم بيكتشفوا سر جديد من أسرارها. أنت كنت وعدتنا يا سينو تحكي لنا عن اللي حصل بعد عصر الدولة القديمة. بعد نهاية عصر الدولة القديمة مرت كيمت بفترة صعبة، انفلت زمام الحكم وانتشرت الفوضى في البلاد، والوحدة اللي حارب الملك مينا عشان يحققها كانت في خطر كبير. فضل الحال هو الحال لسنين وسنين لحد عهد الملك منحوتب الثاني،
في الأسرة الـ11 واللي قدر مرة تانية يوحد البلاد ويحمي حدودها ويقضي على أي فوضى كانت موجودة. من هنا بدأ عصر جديد في كيمت وهو عصر الدولة الوسطى. أنا قريت عن الملك منتحطب الثاني وعرفت أن حكم 51 سنة، والعلماء اكتشفوا اسم الملك منقوش على جبل العوينات في الحدود القريبة من ليبيا والسودان. معنى كده أن الملك منتحطب الثاني وصل بجيشه لحد هناك؟ بالتأكيد، وكل ده عمله عشان يرجع قوة كيمت زي ما كانت قبل عصر الانتقال الأول. بعد نهاية حكم الأسرة الـ12 عاشت كيمت فترة ضعف، وكانت بداية ظهور الهكسوس اللي استخدموا العجلات الحربية وقدروا يسيطروا على أراضي في شمال كيمت لسنين طويلة، وكانت عاصمتهم أواريس. أواريس دي في زماننا موجودة في منطقة صن الحجر في محافظة الشرقية. ده غير إن المتمردين سيطروا على الجزء الجنوبي من كيمت. كده الجزء المستقل الوحيد في الفترة دي كانت طيبة بس، ومنها بدأ الكفاح والمقاومة ضد الهكسوس في الأسرة الـ17 على عيد الملك سقن الراعي الأول والسقن الراعي الثاني والملك كاموس. وبعدين يا سينو؟ لا لا لا، أنا مش هقول معلومة زيادة غير لما تاخدوني لزيارة المتحف المصري. لا لا، وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم فيها؟ حلوة جدا. أنتوا عارفين إن الملك ابن محيط الثالث صاحب فكرة أقدم سد في التاريخ؟ ليه الملك قرر يبني سد؟ عشان شعب كيمت يستفيد بمياه الفيضان في زراعة الأرض وحمايتها من الغرق. ودلوقتي خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة مع يحيى وكنوز وسينو ورحلة سعيدة. جينا بقى لفقرة المطبخ وهنعمل حاجة النهاردة لذيذة جدا جدا جدا. مين بيحب يساعد ماما في المطبخ؟ أنا. بجد وبتساعدوها فعلا؟ اه. وبتعملوا حاجات حلوة؟ اه. طيب انتوا يا أساتذة النهاردة هتعملوا لنا عصير لبن بالبلح. جربتوه قبل كده؟ لا. التمر باللبن؟ اه. ايوه، دي أكتر حاجة بتدي طاقة وأكتر حاجة بتبقى حلوة جدا جدا جدا، وبتخلينا ما يبقاش عندنا أنيميا، وبتقوي المناعة، وبتخلي بشرتنا قوية وجميلة، وكمان بتخلينا نبقى معدتنا حلوة ويتهضم بالراحة. حاجة حلوة 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 وجميلة جدا لوحدها. تعالوا بقى يا أساتذة اقعدوا هنا، ايه حضروا لنا العصير بتاعنا النهاردة. هتحطوا لنا التمر ومعلقتين سكر عشان التمر معسل قوي، خلي بالكم ما تحطوش سكر كتير، واللبن. هنا بقى هنعمل ايه النهاردة؟ عارفين طبعا البيض المسلوق تحبوا تاكلوه، بس النهاردة هناكل البيض المسلوق بشكل يعني ايه مختلف شوية. هناكل بيض مسلوق وعليه صلصة وموتزاريلا. هنعرف ازاي نسبك الصلصه؟ مين بيعرف يسبك صلصه؟ انت بتعرفي تسبكي صلصه بجد؟ طيب انا هعلمكم ازاي نسبك الصلصه، بس احنا اوريدي برضو ايه مسبكين الصلصه عشان بتاخد وقت، فمسبكين صلصه اوريدي. فتعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض. ايوه هنعمل ايه؟ نفتح البوتاجاز على الاخر و لا اهي فتح كده اهو، ونبتدي نحط زيت طبعا كده اهو. حطيتوا انتوا بقى العصير ولا لسه؟ حطوا. طيب يلا البلح. ايوه ماشي. بنخلي الطاسه تسخن بالزيت بتاعها اوكي، وبعدين عشان نسبك اي صلصه بقى. ها يا ريتا، ها يا استاذ فهد، شكلك بتحب الطبيخ انت. نعمل ايه عشان نسبك اي صلصه؟ نحط شويه ثوم صغننين قوي كده اهو، ننزل بيهم كده اهو اوكي، ونحط شويه بصل برضو حلوين كده، مش يعني ماشي بصل مش هيقصر اوكي، اللي احنا مش عايزينه هننزله لتحت، وبعدين هنسيبهم كده شامين يتسبكوا مع بعض. اسمها كده ايه؟ يتشوحوا اسمها. ايوه مين هيقلب هنا لغايه اما يتشوحوا؟ يلا
قلبي يا ست الكل. هنا اخبارنا ايه؟ نزلنا التمر؟ لسه. يلا نزله. نزل تنزلي معايا دهب. يلا قربوا كده البتاع ده في النص ما بينكم. اوكي انا ممكن. انت بقى ايه الاخبار؟ ايوه شوف كده الاخبار عندك ايه. وممكن ايوه حلو قوي الكلام ده، حلو قوي. واحنا بنقطعه كده طبعا احنا ما عندناش بذر الحمد لله في البيت. ممكن لو عندكم بذر لازم هنشيل البذر النوى بتاع البلح اسمه ايه؟ نوى. ايوه برافو يا دودو. ده خلاص استنى استنى ما حطيناش سكر. ممكن نحط مثلا ايه معلقه سكر عشان لا معلقه عشان البلح مسكر قوي. ماشي يلا حط يا سيدي ونخلط. استنى استنى بتقول لك اوكي. هنا احنا ابتدت البصل والثوم بتوعنا يصفروا. اول ما ابتدوا يصفروا نقوم عندنا ايه بقى اتخضي. لا ده بيخلطوا. طب هتكون احلى اكله ان شاء الله. حلو قوي كده، حلو قوي 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 كده. ماشي انتوا تقريبا شبه جهزتوا. ريتا قالت هتكون احلى اكله. تفتكري تكون احلى اكله ليه؟ عشان انت اللي بتعمليها؟ لا هجيب لك الكوبايات حالا. ماشي هنعمل ايه بقى؟ نحط طماطم مفرومه بتاعتنا. ماشي حاضر هخليك تحطها. هنحط معلقه صلصه. قلب انت يلا يا سيدي. معلقه صلصه كمان ونقلب مع بعض. قلب خلي فهد يقلب. يلا مش عايزين صلصه تاني. احنا ممكن بقى ايه ممكن يعني ممكن نحط فتفوته هريسه. انا شلتها عشان ما بحبش الشطه واحنا مش هنحط شطه كامله. مش هنخليها سبايسي قوي بس تدي ايه طعم كده. حاطين فتفوته. اوكي ماشي ونشيل الاطباق بتاعتنا. هجيب لك حالا والله. اوكي وبعدين بقى ايه وانتوا بتقلبوا كده هنقوم حاطين بقيه الحاجات. شويه ملح شويه حطينا البقدونس وشويه اهو توابلنا الحلوه بابريكا. ايوه كمون. دي بهارات اكشلي دي بهارات حلوه قوي. كمون بهاراتنا بقى نحطها نحط السبع بهارات كلها يعني في الصلصه المتسبكه وشويه فلفل. خلاص حلو كده. مين هيساعدني نشيل الحاجات دي؟ ساعدوني انتوا خلصتوا. يلا شيلوا اللي احنا مش عايزينه. احنا ايه هجيب لكم هنا كوبايات. مش لاقي كوبايات اللي احنا كنا حاطينها كانت هنا. اجيبها لكم. دي لا مش دي. استنوا هجيبها لكم. ممكن ممكن حد يجيب لنا كوبايات برضو ممكن يساعدونا. استنوا اقفوا كده واحنا هنا ايه بنقلب الصلصه. بصي بقى يا ست الكل احنا دي هتاخد وقت عشان تتسبك. اوكي احنا مسبكين دي اوريدي. تعالي نحط دي على دي ونتخيل ان دي اتسبكت اوريدي. خلاص دي متسبكه. هنعمل ايه عندنا احنا بقى؟ حاضر انا هجيب لكم اهو الكوبايه. ماشي هننزل بالبيض فعلا. حطي يا فهد البيض المسلوق جوه الصلصه اهم. شاطرين حاسبوا بس ايه ما تدلقوش. هنحطه كده. ايوه بالظبط برافو. يا سلام على الشفات الخطيره. انا بنضف ورايا وهم بيرصوا البيض في مكانه. بيض مسلوق ومتقطع ترانشات. طبعا البيض مهم جدا علشان فيه فيتامين الف وبيحمي بيحمينا من حاجات كتيره قوي وامراض كتيره قوي وبيبقى عندنا القدره كمان ان احنا نبقى بنقاوم اي مرض او فيروس. لا البيض مهم. خلصتوا؟ ماشي ونضفتوا وراكوا؟ انتوا اصلا ما عملتوش. يا نهار ابيض على الشطاره والحلاوه. تصدقوا عايز يتعمل تاني؟ استنوا يا ولاد. عايز يتفرم اكتر. نطلع اللبن من غير ايه بلح. يلا فرموا تاني. ماشي يلا. استنوا استنوا ما حطيتش اصلا. استنوا استنوا يلا حطيتوا البيض. حلو اديله لا اديله تقريبا كده. لا يعني نحط الصلصه فوقيه كده.
ماشي؟ يلا. حلو كده، حلو قوي كده، كده جميل. يلا انا هصب ثانية واحدة. بلح باللبن يامي. استنى. المفروض نصب احنا. نعمل ايه؟ نصب احنا. المفروض؟ ايه اللي فرده بقى؟ ايه اللي خلاك مفروض يعني احكي لي؟ عادي المفروض. حتى لونه اتغير يا ولاد، خدوا واخدين بالكم؟ لما البلح اندمج اكتر بقى لونه ايه؟ مصفر كده، which means ان هو بقى احسن بكتير. ماشي. دهب بتجيب مناديل صح؟ صح؟ بتجيبي مناديل علشان ننضف صح؟ اتفضلي. شطاره حلاوه طعامه. اخبار الشباب هنا ايه؟ يا سلام يا تشاف. هنحط بقى شويه موتزاريلا كده اهو بعد اذني. اتفضل حط بقى موتزاريلا كده فوق. ايوه كده يا سيدي انا. ايوه كده، ادوا موتزاريلا، انزلوا بالموتزاريلا ونقوم ايه مغطيين. يلا والله ما زيك. هنغطيها شويه لمده 10 دقايق لحد ما تسيح. هتبقى عامله ازاي في الاخر يا اولاد؟ هتبقى عامله كده اهو. ياه احنا مجهزين بقى واحده عشان ايه نفهمكم شكلها يبقى عامل ازاي في الاخر. بصوا كانها بيتزا صح؟ عملنا صلصتها وعملنا الموتزاريلا وحطينا البيض، بقت لذيذه قوي قوي قوي، وكانها بيتزا بالتوبنجز بتاعتها. تقدروا تزودوا حاجات لو بتحبوا طبعا، خضار او زيتون او كده. ومعانا العصير بتاعنا المفيد جدا اللي بيدي طاقه رهيبه. دقتوه؟ لا. طب يلا احنا هندوق بقى، احنا هندوق وهنروح طبعا نغني اغنيه حلوه جدا بمناسبه فين فهد؟ بمناسبه ان استاذ فهد جاي مع عمته النهارده. قول لي بقى، عمته بقى دايما بتقعد معاك بقى وتلعب معاك وتذاكر لك بقى وكده؟ اه دايما يعني العمه والده برضو؟ بالظبط بالظبط. العمه والخاله. العمه والخاله طبعا، خاله والده كده كده، العمه والده برضو؟ طيب ماشي، طالما عمته والده برضو وبتاخد بالها منك كده يبقى تستحق ان احنا نغني لها اغنيه صح؟ ماشي، هنغني اغنيه وهندوق الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها دي، ولما نروح هنحاول نعملها في البيت صح؟ تعملوها في البيت، وكمان الحلوين اللي بيتفرجوا علينا يقدروا ان هم يعملوا كل اللي احنا عملناه ده بسهوله رهيبه في البيت، ونبقى بنساعد ماما. دلوقتي احنا خلصنا الاكل بتاعنا، فتعالوا نقول لهم ايه؟ باي باي.